السلام عليكم اهلا بكم في حلقه جديده حديث القاهره. الايام الماضيه كانت اياما حيويه وساخنه والحوارات والنقاشات فيها كانت على درجه من الاهميه وشفنا في وقائع المؤتمر الاقتصادي كمان شفنا رئيس الجمهوريه شخصيا بيخطب مرتين قرابه ساعتين ونص على خطبتين فضلا على مداخله تليفونيه ايضا تجاوزت الساعه يعني ان هناك يعني انشغال بالواقع الحالي وهناك موضوعات وقضايا تستدعي الصراحه والمكاشفه وشفنا رئيس الجمهوريه وهو بيحكي ويقول في خطاباته اراء ووجهات نظر واجراءات وقرارات ومشاعر وخواطر وذكريات واستخلاصات واسئله ودعوات ايضا لمؤتمر مؤتمرات اخرى والى قضايا لا علاقه بمتابعه ما انتجه المؤتمر الاقتصادي من توصيات المؤتمر الاقتصادي هنتكلم عنه مع استاذنا الكبير الاستاذ مدير فخر عبد النور كخبير اقتصادي وزير سابق ورجل اعمال وسياسي كبير ولامع بعد يعني في نهايه هذه الحلقه لكن خلينا نتكلم دلوقتي عن المشهد بوجهه السياسي مش الاقتصادي وزي ما بقول دايما ومش انا اللي بقول ليست وجهه نظري على الاطلاق بل هي ايماني وعقيدتي بناء على ما قاله الخبراء والمفكرون والاساتذه وخبرات العالم كله اللي موجوده في تجارب يوميه حيه واللي موجوده في كتب ونظريات مؤسسه ويعني مؤصلة إنه السياسة هي وراء كل شيء وأن الاقتصاد حل سياسي الحلول الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية نفسها أمر مطروح طول الوقت وحلول حلول كل مشكلة قائمة لدى مفكريها وأساتذتها وخبرائها سياسييها لكن السياسة هي الأهم هي المحرك الأساسي لكل ما يحدث في الواقع وهو اللي بيخليك انت كسياسي تختار اني حل اقتصادي الحل ده ولا الحل ده ولا الحل ده الاختيار هنا سياسي وعشان كده خليني اقول ان الازمة اقتصاديا اصبحت واضحة للغاية اكبر من اوضح من ان توضح وما فيش مواطن دلوقتي فيك يا مصر الا وعارف حدود الازمة ويعني مشكلتها و واسبابها ويعرض يقدر يعرض لمشكلتنا الاقتصاديه برؤية واضحة جدا لانه فضلا على انه هو دي في الواقع وعايش هو مش محتاج يعرف مني ولا من غيري الواقع الاقتصادي عامل ليه هو محتاج يعرف من السوبر ماركت اللي قدامه ده هو اللي هيقول له الوضع الاقتصادي تماما ولا يعنيه بكثير او بقليل انه اللي يتقال حلو ولا وحش لانه هو عايش في الواقع وعارف اذا كان حلو ولا وحش فتشخيص الأزمة أصبح مفهوما الدولة كمان دلوقتي احنا قصاد في الأزمة الاقتصادية دي قصاد حكومة بتحل وبتطرح حلولا وتطلب حلولا وده اللي بيخلينا نقول ان المؤتمر الاقتصادي واحد من مظاهر البحث عن حل او عن حلول. اذا في ازمه اقتصاديه مش محتاج اوصفها لك لانك حاسسها. والازمه دي في حكومه بتدير الازمه بتحاول تعالج الازمه تتعامل معاها ثم تعالجها تحلها او تطلب حلولا ومعالجات من الخبراء ومن الاقتصاديين ومن الاحزاب ومن التيارات الوطنيه. وفي تيارات وطنية معارضة بتعارض سياسة الحكومة وبتراها خاطئة وبين قوسين وده حقها وبتطرح آراء بديلة وبتوافق وبتشارك بناء على دعوات من الحكومة بهذه الآراء سواء في إطار الحوار الوطني أو في إطار المؤتمر الاقتصادي يعني اسماء كثيره محسوبه على المعارضه اسماء كثيره محسوبه على خارج يعني خندق الحكومه شاركت بدعوه الحكومه نفسها بدعوه من الحكومه نفسها اللي هي عايزه تسمع فالقوى الوطنيه دي المعارضه شاركت وبتشارك سواء بالانتقاد والانتقاد مشاركه وطرح الحلول وهو واضح اهو يعني بقول الاسماء الاقتصاديه او الاسماء المعارضين الاقتصاديين ما كانوا موجودين في المؤتمر الاقتصادي وقالوا اراء سواء المداخله مو سبعة دقائق الورقه اللي اتقدمت يعني وفي طريقه ثالثه لمعالجه الازمه دي وهي التخريب دعاوى للتخريب دعاوى للفوضى عنوانها عنوان مشروع التظاهر لكن هي اصل القصه كلها هي دعوه للفوضى وللتخريب الناس اللي عايزه اللي عايزه حل الحكومه ولا تشارك الحكومه حلها ولا عايزه المعارضه تقول ارائها وتطرح حلولها هي عايزه الفوضى الانفلات ما هو اصل لهاش حل تاني هما التلات معالجات دي اما انت جوه الحكومه وبتحاول تعالج الازمه خلاص احنا كلنا شخصناه بتحاول تعالج الأزمة وبتقول ادي مشاكلي وادي قدراتي وادي امكانياتي وادي الازمه واحنا بنعمل كذا وعملنا كذا وبنعمل كذا وعملنا كذا ومستعدين نسمع لكذا فالطرف المعارض او الطرف اللي هو خارج الحكومه بعضهم معارضين بشكل واضح وسياسي وبعضهم يعني محايد وبعضهم موالي ومؤيد وشايف ان الدنيا كويسة بس عنده وجهات نظر اخرى كلهم شاركوا محدش رفض الدعوة ومحدش تعالى عليها ولا ترفع عنها ولا هرب منها بالعكس كل الناس رحبت وكل الناس شاركت وكل الناس طرحت اراءها بعضنا بقى مش معجب بالاراء بعضنا شاف ان الاراء طوبويه شويه او اراء يساريه من ابو 500 سنه فاتوا او اراء راسماليه متوحشه او اراء مش ذات خبره عميقه او اراء ممتازه تكييف الاراء دي قصه تانية لانه في الاخر كل الناس ما عجبهاش غير رايها طبيعي لكن في المحصله مش مهم تقييم الاراء ولا تكييف ولا الحلول ومدى سلامتها برضه مش موضوعنا لانه كل كل طرف هيرى في نفسه ان هو اللي يملك الحقيقه لكن في المحصله انها تطرح وانها تتقال وانها تتشارك وانها تتسمع بل ويحصل استخلاصات مشتركه انه البعض الامور نتوافق عليها ونعملها ويلا نعمل توصيات ويلا ننفذ التوصيات دي طريقتين للحل اهو بتعمل او وشكلين للحل تعملهم الحكومه ذات نفسها والمعارضه معاها والقوى اللي خارج الحكومه في بقى الطرح الثالث اللي هو يلا نهدهم هما الاثنين يلا نعمل دعوة للتظاهر وده طبعا جماعة الاخوان وده تيار الاسلام السياسي اللي هو يلا النزول لي ويحددوا تاريخ 11 11 انا استطيع ان انا اؤكد ويعني عشية 11 11 كلنا هنعرف من القدر على قراءة المشهد ومن الذي كان غائبا عن قراءة دقيقة ويعيش جوه حالة من الضبابية والسحابية اللي تفصله عن قراءة واقعه أنا بقول إنه لن يحدث على الإطلاق ولا خمس تنفرها تظهر ولا ولن تشهد مصر يومها ولا أي نوع من الاحتجاج في أكتر من كده يعني قطع ويقين واستبصار مغرور يعني فيش أكتر من كده لكن ربما في دوائر من الدوله دوائر جوه الدوله تتحسس ويعني وبحكم شغلها يعني تترصد وعند الاخوان نفسهم مشاعر جياشه حمقاء شان حمقتهم المعتاده وتصوراتهم زي ما كانوا متصورين 30 يونيو هيطلع 15 ألف وتاني يوم الناس هتمشي او يويها بالليل الناس هتمشي ويسيطروا هم على البلد 500 سنه فهم على درجه من الغفله والهبل اللي هم معتقدين ان 11 11 الناس هتنزل بس شوف عشان تشوف المفارقات انا عايز بس اقول لكم نقطه مهمه عشان تعرفوا اصحاب الدعوه دي دي مش قوة سياسيه اللي حصل في 25 يناير و30 يونيو في الدعوه للنزول للشارع نتامله بصرف النظر برضو عن رايكم في النزول للشارع أنا رأيي نزول الشارع كان حتميًا في 25 يناير وكان أكثر من حتمي في 30 يونيو، كان مصيري كان نهاية مصر أو استعادتها. طيب لكن لما تتأمل 25 يناير و30 يونيو عشان الناس تهدى بس وتقرأ المشهد بطريقة فيها بصيرة وفيها سلامة نظر. أم 25 يديك الدعوه من تسع قوى وطنيه <applause> وسياسيه موجوده في الشارع سواء سواء كاحزاب او كجمعيه كمان وطنية للتغيير اللي كانت شغاله بقالها سنتين في الشارع جماعه كفايه اللي كانت شغاله بقالها قرابه خمس سنوات او ست سنوات او سبعه حتى أه 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 حزب الجبهه أه أه مجموعه شباب قاد اذا انت قصاد قوى سياسيه بالمناسبه الاخوان لم يشاركوا في الدعوه الى 25 يناير، وبالقطع لم يشاركوا في الدعوه الى 30 يونيو. فهم فشل تماما في اي استنهاض جماهيري الا قطعهم هم بيقدروا يطلعوا قاطعهم قطعان بيوم الاتوبيسات ويدخلوهم الميادين ومش عارف ايه ويشاوروا لهم كده يقفوا، يشاوروا لهم كده يقعدوا يشاركوا في مظاهرات مع قوى سياسيه وساعة اللحظه اللي هيتهتف فيها ضد مبارك ياخدوا بعضهم ويمشوا كلهم فالاخوان لا على عكس ما الناس متصوره او بتدعي لنفسها التصور عمرهم ما شاركوا في اي من يعني تنظيم جماهيري دخل غيرهم فيهم خالص بالعكس بقول لك في 25 يناير مش هم عاملين صور دلوقتي ولكن الثوره ده ده ضعه سياسيه دي وضاعه سياسيه دي جماعه لم تدعو اصلا لهذه المظاهرات ولم تشارك فيها رسميا وطلعت بيان رسمي انها مش مشاركه وعاقبت بعض الشباب المتمرد فيها انه ازاي يشارك انما هما يركبوا بعد كده بقى في يوم 28 يناير ويعملوا بقى حكايه الهروب من السجون واقتحامات اقسام الشرطه ده اللي بيجيدونه لاندساس وسط الناس انما هما ما بيعرفوش يدعوا ناس خالص ولا حد يستجيب لهم طبعا 30 يونيو زي ما انتم عارفين هم يقدروا يعملوا ايه يقدروا يعملوا آآ النهضه بالاسلحه وقاعدين رابعه بالاسلحه وقاعدين وجمهورهم هم وطبعا معاهم السلفيين اللي الدوله فاكراهم فكرها الجماعات صديقه ده الاخوان فمش جهجهولي كده مش اي أهبل يقول يلا ننزل يوم كذا فده معناه دعوه ذات مصداقيه او ذات اهميه او ذات شعبيه مفيش خالص ده كلام ولن يحصل ولن يحدث ليه بقول انتم ما, ت... ما فيش مصداقيه قوة حقيقيه وطنيه ولا توحد وطني زي ما او توحد سياسي خلينا أقول التعبير ادق في 25 يناير طب في 30 يونيو يا راجل ده ملايين كانوا بيمضوا على الورق في الشوارع بتاع استمارة التمرد الدعوه كانت من ملايين والى ملايين وبرضه لها جبهة الإنقاذ عنوان واضح مجموعة قوى وأحزاب سياسية بممثلة وقايمة قصاد منصات ومؤتمرات وبتقول وبتحكي مش دعوة على الإنترنت مين المتصور إنه دعوة على الإنترنت هي اللي عملت 25 يناير أو على الفيسبوك دي قوى سياسية كانت موجودة في الشارع ومؤثرة ومتلاحمه مع الناس فعلا وحاسه مشاعرهم وعواطفهم وهم مثلوا المغناطيس بتاع خروج الناس. نفس الحكايه في 30 يونيو. لا 11 11 ولا 12 12 ولا 1 1 ولا 2 2 ولا كل ده يحصل حاجه اذا لم تتوافر كل هذه الشروط في دعوه فلما تقول لي انت تيار تخريبي، جماعه منفصله عن مواقعها ومجتمعها جماعة كل خبراتها السياسية تدل على أنها تتمتع بالبلاهة والغباوة ما كانت في إيديكو <applause> يعني نتيجة هذه الغباوة والبلاهة والفصام عن الواقع وإنكار الحقيقة ف ما بحسيش الناس هو دلوقتي براهن عليه انه في حاله احباط في الشارع من الازمه الاقتصاديه ومتصور انه الدولة في ازمة هي في ازمة اقتصادية ومتصور حتى ان الحكومة مهزوزة وفي ازمة حقيقية ومتصور انه مصر في لحظة ضعف ومتصور ان الناس الغضبة او المحتجة او المحبطة مش بتسمع كلام الحكومة ولا الكلام التفاؤلي اللي بيطلع ولا الدعوات الايجابية ان الدنيا زي الفل وان المجموع ده من الناس هيتجمع ويتكاثر ويعبر عن احباطه بالخروج للشارع استجابه لدعوه الاخوان. فاشل طول الوقت تفكير فاشل وجماعه فاشله سياسيا للغايه وانا لما احكي تاريخهم ونقرا تاريخهم نشوف الفشل السياسي في الجينات عندهم في الجينات هم شطار في الارهاب العمل السري آه آه غسيل المخ آه التحالفات مع الانظمه انا مش ما عندوش بثلاثه ساغ سياسي بقرشين سياسه, سياسة. <applause> يعني قرشين وثلاثه ساغ ده كلام مش بتاع اليومين دول خالص الناس في اجيال بالكاد تفش عليه ساغ اساسا <applause> إذن من الاصل القصه دي وهميه والدعوه دي فاشله ومجهضه وموجوده من اللحظه الاولى لكن عموما هي بتعمل صخب على الانترنت وكمان الموالين والمؤيدين بيبقوا عندهم يعني احساس بانهم لازم يسجلوا وجود يعني فبيقعدوا يردوا عليهم ولجان تضرب في لجان وحاجات كده متصورين انه القصه بجد او او الهيصه دي غزل البنات اللي قدامك على السوشيال ميديا ده قد يوحي للبعض ان القصه بجد وهي قصه وهميه تماما لا تنفي انزعاج الناس بالوضع الاقتصادي ولا تنفي احباط قطاعات واسعه من المصريين، انكرت الحكومه ما انكرتش، قلنا احنا ما قلناش، ده مش هينفي الواقع. انما الشعب المصري على درجه من الوعي والادراك والخبره انه من المستحيل يبقى علاج الامر ده بالخروج للشارع والفوضى والتفلت لأفق سياسي خلاص. يعني انت بتشارك الاخوان في هدفهم بالفوضى والتفلت والانفلات اللي لا يمكن يحسن الوضع الاقتصادي لو اي حد حتى بسذاجه معتقد ده يحسن ولا اي فوضى سياسيه من اي نوع هتودي لاي حاجه لتحسين ظروفنا على الاطلاق وهتبقى الحجه القائمه الدائمه لاي حد الاوضاع زي البتاع وان الدنيا فوضى والتفلت وايه والبلد وايه مسألة سهلة جدا اصلها جدا اللي مش عايز حل حقيقي يروح للحل المتوهم الساذج ده. اللي هو مش حل اساسا. وبرضه عايز اطمئن الجميع يعني انه 11/11 عالم امانتي انا <applause> ومسؤوليتي وقرايتي. يوم من الهدوء ومفيش حاجه هتحصل خالص. مهما كانت محاولات من بؤر الاخوان اللي اللي عايزين يصوروها وينزلوها في الجزيره مباشرة والحاجات دي. او في من قنواتهم في رغم المحاوله دي اللي هي بتبقى ايضا يعني امور تثير الضحك والشفقه عليهم وهم حاولوا ده من كتير من زمان لكن هنا النقطه المهمه للغايه ليه بيعملوا كده اولا لو حصلت المعجزه السوداء بتاعت الحد ينزل وهي معجزه واحنا مش في زمن المعجزات ولا في زمن كمان يستحمل معجزات سوداء انما كويس انه بيوتر الحكومه هو وجهه نظرهم كده وبيضغط على اعصابهم وعلى اعصاب الدوله وبيجعل الدوله تتصرف تصرف تصرفات تبدي انها متاثره او قلقانه ويحسب اي تصرفات للدوله ايجابيه حتى من قبيل نرفع الحد الادنى كانها نتيجه ضغط 11 11 فالراجل كسبان كسبان بمجرد تصدير التوتر وبناء حالة من حالات الإزعاج والإزعاج دي حالة والإرباك دي حالة وادام من الأدوات يعني بيستخدمها طالب الاسلام السياسي للمجتمعات وللناس وحتى للمفكرين يعني جزء كبير من الحملات الإلكترونية اللي بتحصل على الكتاب والمفكرين والإعلاميين والصحفيين و والأدباء والشعراء وكل ده من خصوم الإخوان، ما غير ما مثلا حد من الكتاب المتنورين يتحول إلى يلا أبقى كاتب متطرف، ما حصلش وهم عارفين إنه مش هيحصل وده مش هيأثر، لكن بيزعجوه يفضل طول الوقت تحت إزعاج طول الوقت تحت ترويع طول الوقت تحت ضغط ويا حبذا لو حد استجاب وطلع بسكينة اديها له في في رقبته ونخلص. فالإخوان كده ده مفهومهم واللي بيعملوه مع البشر والأفراد من الخصوم السياسيين أو الخصوم من المفكرين والأدباء والروائيين وغيرهم بيعملوه أيضا مع الحكومات طيب الحاجة التانية انه بيدفع الحكومة مع توترها وحسها الأمني وطبعا بطريقة حال الاستشعارات الامنية طول الوقت تبقى متحسسة أي شيء إنها تعود مرة أخرى بعصبية وتعيد المشهد إلى ما قبل الحوار الوطني وما قبل المؤتمر الاقتصادي وما قبل وما قبل لجنة العفو و و و و, و, و هو عايز يوصل درجة من درجات الضغط درجة من درجات الاستفزاز إنه ما يحسبه الجميع تقدماً وإنه هامش حرية ولحظات إنضاج للمشهد السياسي ومرحله من مراحل استعاده مره اخرى لغه الحوار بين الجميع فلما بيعمل التشوش والتشويش والضغط والترهيب والترعيب ده ولا الارعاب ده بيعمل بيعمل محاوله للضغط على اجهزه الدوله انه كما كنت فكسب برضه يكسب على طول يعني بدل ما بنتكلم دلوقتي على الافراج عن المساجين هو عايز يتكلم عن دخول مساجين برافو عليه يبقى هو ده هدفه دي غايته طيب اذا اللي انا بقوله على سبيل اليقين والقطع بالنسبه لي وبقول لكم عشيه 11 11 تتضح الصوره يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود والمساله تبقى واضحه انه الشعب لن يسمح للاخوان بنيلها ابدا انما بقى هل الدوله هتبقى على نفس درجة استجابة الشعب ونضجه وقوته وعدم استجابته وما تتوترش لأنه الشعب مش متوتر <applause> ولن يذهب إلى أي دعوة خصوصا وهو يعلم يقينا أنها دعوة تخريبية وأنه أي مواطن مصري فاهم دلوقتي أنه زمان كان ممكن حالة السخط تخليك متصورك لو حدفت طوبة ترتاح دلوقتي يعني عارف ان حدثت تطوبة تخريب ولا مش هيرجع عليك بحاجه ويطلع عينك وعين اللي خلفوك تاني يعني خلاص الموضوع خلص التجارب علمت التجارب علمت وفهمت ووعت انه الرغبه في التغيير حاجه وادوات التغيير دي حاجه تانية ولعل هذا ايضا واضح لدى كل القوى السياسيه بامتياز انه في ولا قوى سياسيه مهما بلغ الشطط بأي حد فيهم شارك أو أو أومأ حتى بالموافقة على دعوة 11/11 -11 ولم يعيرها أحد اهتماما ولا هما ولا انشغالا إطلاقا. طيب. لما أبص طيب للمشهد ده وأقول أمال هما ليه مركزين أوي كده؟ طبعا زي ما بقول للاسباب اللي انا شرحتها تعاملهم على ان الدوله في ازمه وانه في هزه ثقه وما الى ذلك لكن هم عندهم مستهدف واضح جدا وهو رئيس السيسي لانه هو الصد والسد لموضوع عوده الاخوان المسلمين مره اخرى للمجتمع المصري ثم عوده الى الحكم في مصر الرجل يشكل هذه الصعوبه الشديده اللي وصل لدرجة الاستحالة معه فمن هنا بيجي الضغط الشديد والهائل على واقعنا الحالي وبصرف النظر عما يقوله الرئيس وآراؤه في الواقع أو آراءه عن خطواته وسياساته وبصرف النظر عن موجة تأييد موجات تأييد أو درجات معارضة أو اتفاق أو اختلاف فالحقيقة ناصعة وهو أنه هو السد والصد أمام جماعة الإخوان وطر الإسلام السياسي وده هو هم فاهمينه كويس جدا مدركينه للغايه مهما كان انت بقى يعني مدى دعمك للرئيس، مدى اختلافك معاه، مدى توافقك، مدى يعني معارضتك، ايا ما كان درجه القرب او البعد من سياسته او من اجراءاته او من قراراته فلديك هذه الحقيقه الراسخه. بعضنا اللي يتميز احيانا بالسذاجه واحيانا بالبراءه واحيانا بالجهاله واحيانا برغبته في تكرار الاخطاء التاريخيه والكارثيه متصور انه انه فكره التيار الإسلام السياسي يمكن ترشيده يمكن التعامل معاه اصل مش كلهم اصل بعضهم اصل انا شوف ده كلام يعني كنت احترمه واحترم يعني مضمونه قبل 11 قبل 20 -11. انما دلوقتي اللي يقولوا ساذج واللي يقولوا متواطئ اما ساذج عشان بس ادي خيارات عشان مش كل الناس على درجه واحده من الغفله يعني اما ساذج او صاحب رؤيه سياسيه قاصره وضعيفه او عاطفي بشكل مبالغ فيه او مثالي لدرجه يعني البله العاطفي ثار الاسلام السياسي هو عدو مصر. طيار الاسلام السياسي هو الخصم الحقيقي لمصر. <applause> طيار الاسلام السياسي هو سبب الازمه الاقتصاديه التي نعيشها. في اكثر من كده بقى توصيف بمعنى ايه؟ بمعنى هتقول يعني هو اللي سبب الازمه اولا ان وتر السبب السياسي حكم وشفناه وهو بيحكم اقتصاديا ضايع لكن كمان هو اللي بيوصل المجتمعات لدرجه انه يغيب عنها الحوار وينفرد بها الصوت الواحد والحل الواحد فيؤدي لغياب تبادل الاراء والخبرات الشك في بعضنا البعض الادراك بانه المشهد صعب وضيق جدا على انه يبقى مجال الجدل السياسي الشك في السياسة عموما باعتبارها باب الفوضى كل ده سبب الاسلام السياسي كل ده سبب جماعات الاسلام السياسي كل ده سبب الاخوان والسلفيين لو المجتمع ده مجتمع مدني من اللحظة الاولى وما استخدام للدين في السياسة وما قوة قوى كل مهمتها تكفير الاخر وتفتيت المجتمع كان المجتمع يعيش سلامه انتقال في السلطه سلامه علاقه سياسيه بين كل اطرافه حريه انتخابات حقيقيه انما لانه في وحش على باب المدينه في غول طول الوقت عايز يحول بلدنا الى بلد ظلاميه بلد على طريقه افغانستان او ايران او باكستان فانت طول الوقت عامل المجتمع في الحاله في الدرجه دي من الاستنفار والتوتر ليه لانه الغول موجود وغول كمان يرتدي ثوب يعني ثوبا مصريا وغول يتمسح في الدين ويظهر نفسه كانه يعني تحت عمامه مش تحت عباءه شيطان ومن هنا كان مهم للغايه ان الرئيس السيسي لاول مره يستخدم تعبير الاسلام السياسي مش الاخوان ولا اهل الشر ولا الجماعه ولا الناس التانيين استخدم تعبير الاسلام السياسي تصدقوا ان انا رايي ان بدايه حل الازمه الاقتصاديه هو من استخدام هذا التعبير بتلك الصراحه والمباشره تعال نسمع الرئيس وبيقول في خطابه في افتتاح المؤتمر الاقتصادي ما الناس كانت بتحصل حاسة واحدة كل البلد كانت بتحزن عليهم اللي بيستشهدوا ولا نسينا فكانت طب حد يقول لي هي 2011 و13 السبب؟ ايوه ليه؟ لأنها أتاحت الفرصة للإسلام السياسي أنه يصل للحكم فلما وصل للحكم وفشل ما اعترفش بفشله ابتدى يحمل الدين ان احنا ضده ضد الدين وبالتالي الموضع استعدانا كلنا ويطلب مننا المصالحه يا رب انت لغايه دلوقتي لو جات لك الفرصه وانا قلتها قبل كده مش هتستنى انت بتبصنا ان احنا ناس صالحين زيك ده تمييز تمييز في فكرك انك انت الاصح والباقي ده مش كده اللي انا عايز اقوله لما وصلوا الحكم الكلام ده كان قبل الأحداث دي قبل 2013 كان ممكن؟ ما البلد فكت بقى وضربوا الأقسام والمديريات ولا إحنا نسينا؟ الشوارع العربيات اللي كانت بتتخطف والناس اللي كانت بتنزل من العربيات واللي بيحصل واللي بيحصل لما اتحلت المسائل واتدفع الثمن من جانب الدولة بشعبها أنا ما بقولش إن الناس بت أرجو إن إحنا نحط ده في الإعتبار عند تناول موضوعاتنا ده مسار احنا ماشيين فيه مع بعض لتمن لبدايه ولنهايه وبالمناسبه هو لن تنتهي التحديات لاي دوله في العالم الاخوان كانوا موجودين الاسلام السياسي موجود قبل حتى 2011 موجود الاخوان طول الوقت والسلفيين بعد 2011 المشكله مش بس في وصولهم للحكم المشكله في وجودهم في المجتمع من بابه من اساسه بمعنى ايه بمعنى انه لما بنسمح لجمعيات دينية بتقول انها بتعمل دعوة دينية مش عارف دعوة دينية لايه يعني تبشير يعني بنبشر المسلمين بالاسلام ولا ثقافة دينية طب الثقافة الدينية دي موضوعها الازهر وموضوعها المعاهد الدينية وايه الكليات اللي بتدرس دي انما لما نعمل هذه الجمعيات الدينية وكمان تبقى هي في اصلها وجوهرها خطاب سياسي وتيار سياسي يستخدم الاسلام في السياسه هو ده الاسلام السياسي وهو ده اللي موجود حتى الان في مصر بما فيه الاحزاب السياسيه اللي بتقول على نفسها ذات مرجعيه دينيه يعني حزب النور اسلام سياسي كل الاحزاب السلفيه الممثله في البرلمان المهندس في انتخاباته سياسيا احزاب اسلام سياسي ولما الرئيس بيتكلم عن الاسلام السياسي اللي قائم على التمييز بينا في الدين بل في مش بس في الدين يعني مسلم ومسيح لا ده في درجه التدين والاسلام نفسه القائم على تكفير المجتمع قائم على انه آآ آآ يستخدم الدين في الدعوه الانتخابيه وفي الدعوه السياسيه ويكلم على اعتباره ممثل للدين وللاسلام هو ده الاسلام السياسي اللي المفروض ما يبقاش حاضر اساسا مش فكره في الحكم حكم ايه وإيه اللي وصله اساسا للحكم المفروض ما موجود في المجتمع مجتمعات مجتمعات مدنيه ودوله مدنيه لما كان فيها لاستخدام الدين في السياسه زي ما قال الرئيس انه بعض الأصدقاء أو يعني قال البعض قال لي ملاحظة خاصة بإن أنا بتكلم كتير عن ربنا في الخطابات ورد الرئيس الرد يعني عاطفي متصوفي على هذا التعليق أو على هذه الملاحظة وكنت يعني يعني أشارك الذين لاحظوا هذه الملاحظة للرئيس وبعتقد وأنا متفهم جدا ومقدر هذه الحالة العاطفية التصوفية لدى الرئيس ومقدر جدا ان الرئيس في مواجهه الخطاب الاخواني والاسلام السياسي اللي بيطعن اساسا في دين الرئيس وفي تدينه وبيهاجمه وبيقول انه بيحارب الاسلام وما الى ذلك فمن الطبيعي والانساني انه الرئيس يبقى دائم الكلام عن يعني عن الله واستخدام خطاب او لغه متدينه ومفرطه في تصوفها مع الناس يعني ربما بشكل انساني محضر الراجل طول الوقت بيهاجم في هذا السياق وبيهاجم من جماعات اسلاميه في بهذه الاتهامات ومع مجتمع متدين ومتسلف والرئيس عارف انه مجتمع متسلف لكن ده يبعدنا الصبغه الدينيه في الخطاب السياسي بتبعدنا بالتاكيد عن الدولة الدينية الدولة المدنية التي يدعو إليها الرئيس والتي يسعى إليها الرئيس ومحاولة إعلاء قيم أنه الدولة المدنية وأنه الدين مش جوه اللعبة السياسية والدين مش للاستخدام السياسي ولا للوصول للحكم ولا ل ان احنا عندنا توكيل من الله فالمفروض ان احنا تنتخبونا وتحطوا لنا اصواتنا في الانتخابيه بقول هذه المشاعر مقدرة بطبيعة الحال وإن كان أيضا و وعلى فكرة الرئيس ألح على هذا كثيرا لما كان بيتكلم في أوقات أخرى على العلاقة بين الإنسان وربه دي علاقة خاصة حميمة بين الإنسان وربه بين العبد وخالقه ولا دخل لنا فيها وموضوع لا هو على المشاع ولا يذاع فاحنا بنتكلم على فعلا مرحلة مهمة جدا لحظة مؤثرة للغاية لما نسمع رئيس الجمهورية وبيكلم عن الإسلام السياسي وطيار الإسلام السياسي لأنه خلاص بقى خلاص بقى لف ودوران على الواقع واعتقدنا ان احنا قصاد مشاكل بقى اقتصادية فاتوهنا وتنسينا تنسينا ايه ده هم اصل الحكاية كلها انه مشاكل اقتصادية فننشغل بقى بالمنابزات والمناقشات والمعارضات والصراعات اللي بيننا وهي مشروعة بالمناسبة شوفوا خدوا بالكم ناس بقى بقول لك تأيد الرئيس، ناس تعارضه وناس تبقى تتوافق مع سياسته، وناس لا تتوافق مع سياسته. احنا كلنا كده قوة وطنية في بعض. ناس وطنية كلها وبتختلف مع بعض في السياسة. جايز تقول كلام ما يعجبش، جايز تقول كلام يمرر، جايز تقول كلام ممتاز. جايز تبقى موالاه عظيمه جايز تبقى معارضه خطيره لكن كله على بعضه كده اطار وطني وجماعه وطنيه ودوله وطنيه وناس اختلافات اختلافات سياسيه او حتى عاطفيه او نفسيه او اي حاجه لكن طيار الاسلام السياسي خارج الاطار الوطني ده خارج الدوله الوطنيه طال الاسلام السياسي ده بتاع الاخ المسلم الماليزي اقرب ليا من المو... من المسيح المصري، فالموضوع محسوم. موضوع عشان كده بقول انه حتى اذا خدت في اجهزه الدوله وانا بقيت مصدق تماما الرئيس السيسي ان بعض اجهزه الدوله ما بتستجبش عشان ما يتقالش لها انها بتسمع اراء الحكم او السلطه. ومش ومش الازهر بس. مش الازهر بس خالص. بعض المؤسسات عايزة تبين انها اكثر تدينا من الرئيس نفسه هو اكثر حرصا على الدين من الرئيس نفسه مش طلاق شافه وبس والرئيس لما بيكلم عن ازدراء الاديان عن الرئيس بيتكلم على حق الملحد حتى في التعبير عن نفسه ومناقشته فبنلاقي نفسنا اصاب قانون ازدراء اديان الناس تيجي تتناقش تكتب تشعر يحاولوا معايا ويودوها السجن بينما رئيس الجمهوريه بيقول ده الملحد من حقه يطلع يتكلم. شايف المفارقه؟ فايوه نعم ليس الازهر وحده من يضيق بقرارات الرئيس وبحكمته في هذا المجال. ليست ليس الازهر وحده الذي يتغاضى عن تنفيذ او الاستجابه لدعوات الرئيس فيما يخص حريه الراي والتعبير وتجديد الخطاب الديني بما في البرلمان نفسه. اللي ما بيستجبش لهذه القيم اللي بيعليها رئيس الجمهوريه ولسه عامل سيف مسلط على رقاب والعباد والشعراء والكتاب والمواطنين العاديين بقانون ازدراء الاديان احنا قصاد شيء رهيب فعلا لحظه لما تبقى بلد في ازمه اقتصاديه فيبقى كل هم تيار الاسلام السياسي ازاي نخربها نجيب عليها وطيها مش ازاي نحلها <applause> مفارقه م... يعني واضحه جدا هتقول لي ده على مصلحه مصلحه بلد يا راجل الاخوان دول اللي كانوا بيخرجوا بالسلاح وبيضربوا بالرصاص في المظاهرات الاخوان دول اللي كانوا بيعتدوا على المتظاهرين قدام الاتحاديه الاخوان دول اللي كانوا بيضربوا بالرصاص في النهضه الاخوان دول اللي كانوا بيمشوا على كباري على كوبري 15 مايو بالرشاشات بيضربوا الاخوان دول اللي راحوا اقتحموا الكنايس مظاهرات اخوان مسلمين هم دول اللي بيدعوا للمظاهرات للتعبير السياسي دول اللي كان ودول اللي حريصين على الشعب المصري يخطي كميلة دول كانوا بيهدوا ابراج الكهرباء بعد ما مشيناهم دول كانوا بيفجروا صناديق الكهرباء بعد ما مشيناهم دول كانوا بيفجروا مترو الانفاق ومحطات المترو بعد ما مشيناها بقوا وطنيين فجاه بقوا مهتمين بمصر وبالشعب المصري وبمشاكل الشعب المصري مش دول كانوا بيطلعوا يقولوا لكم ايام ازمه البنزين واستحملوا والمهم عندنا رئيس بيصلي ورئيس مش عارف بيتوضا مش ده اللي كانوا بيقولوا لكم دلوقتي بقوا بيفهموا في السياسة بقى ودعاة تظاهر سلمي ومش عارف ايه ومصلحة البلد والمواطن ويتباكوا على المواطن خسئتم يعني خسئتم فعلا سكلتكم يعني سكلتكم الحياة بلاش أمهاتكم علشان لا نريد للأمر أن يتجاوز أبدا حده يعني مهما كانت درجة الخصومة السياسية فلابد أن احنا نتوازن ونتزن ونتماسك عصبيا ونفسيا حين نعلن عن غضب او حين نعلن عن اختلاف يعني تخيل انت الاخوان دول بكل هذه الحناجر لو بكرة الصبح رئيس الجمهورية قال انه يا جماعة ما تيجوا نتصالح واحنا بلد واحدة وخلينا كلنا ايد واحدة وحتى والناس اللي والاخوة واهل ما نهديهم ما يرجعوا تاني ما بكره الصبح هتلاقي ابراهيم منير ومحمود حسين هنا وتلاقي الرئيس السيسي بقى هو الوالد والاب زي ما كان محمد بديع بيقول على حسن مبارك الوالد والاب كان بيبص لفوق مش ليه والوالد والاب ليه فوق لكن عموما هتلاقي النغمه بتتغير خالص ومشاكل مصر نحلها كلنا وخبرات الاخوان والايه وعندنا اساس الجامعه واللغه هتتغير تماما وكليه وانزل بقى افتح في النقابات والجامعات والجمعيات ما هو ده الاخوان هو هو بس يشاور كده لا مش بايده ولا بصبعه يشاور كده بنمش عينه هييجوا جريا <applause> 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 يعني ويغيروا كل المنتج اللي بيقولوه تماما ويطلع هو برضو يعني وزير دفاع بنكهه الثوره و... وهيبقى الرئيس الحكيم وهيبقى كل حاجه فورا ليه؟ لانه سمح بالعوده، سمح بالتصالح، سمح بانه ثعالب او ثعابين وزواحف الاسلام السياسي تخرج مره اخرى من بياتها الشتوي، ده اذا كانت بيتها شتويا حتى اصلا. ويبيعوكوا كلكم كل من يتصور في نفسه مختلف، معارض، لي موقف، مش عارف ايه م... بيعه في ثانيه ثانيه <applause> الإسلام السياسي خروجه من المشهد هو مش بس الحل بداية الحل الاقتصادي في مصر، وبداية بداية الحل الحضاري لمصر، إن مصر تبقى دولة مدنية حقيقية، ديمقراطية حقيقية، إحنا لا مدنية ولا ديمقراطية، إحنا حقيقية بس. مشوارنا يبدأ من هنا. مشاكلنا الاقتصادية طاحنة، والوضع الاقتصادي صعب، لكن أهو حكومه بتحاول بتحل وبتحاول وبتطلب حلول معارضه بتطرح بدائل وتشارك في حوارات وتطرح حلول في الانتخابات بقى لما تيجي الانتخابات كل واحد عنده برنامجه السياسي يقدمه للناس لكن الاخوان عايزين يحطموا كل ده وبالك عايزين يوصلوا الدوله لدرجه من العصبيه والتعصب انها مره اخرى بدل ما نفتح البيبان وبدل ما نفتح الشبابيك وبدل ما نتحاور جميعا وبدل ما نحاول نوصل كلنا لحل لا لم بقى لم كل ده لم كل ده ونرجع الى خطوه سابقه وربما اسبق من السابقه ده هدف اساسي عند الاخوان عشان كده لما رئيس الجمهوريه يعلن دعوه المؤتمر للخطاب الديني ده برضو شيء غايه في الاهميه لانه مرة أخرى الإصلاح السياسي لن يبدأ ولن ينجح إلا بإصلاح ديني. الإصلاح الديني هو باب أي إصلاح. الإصلاح الديني هو الحل الحقيقي. لو بصيت للنهضة الأوروبية كلها بدأت بالإصلاح الديني. على طول. لو بصيت للدولة التركية الحديثة بدأت بالإصلاح الديني. خد وجه علماني لكن كان اصلاح ديني لا يوجد على الاطلاق اي تطور او تقدم او حداثه او اقتصاد حر ناجح الا بالاصلاح الديني طب الاصلاح الديني دي معطل والخطاب الديني ده معطل لدرجه انه الحوار الوطني ما طرحش اطلاقا كلمه الخطاب الديني اللي طرحها الرئيس واللي طلبها الرئيس والحقيقه وانا بتابع كل ما يعني اصداء الخطابات الرئاسيه ماليش توقف خالص عند فكره مؤتمر الخطاب الديني. بما في الحوار الوطني ما قالناش انه احنا هنجتمع عشان نحدد موعد وطريقه وشكل للخطاب الديني او هنعمله محور اضافي في اثناء الحوار الوطني وعلى ما يجي تحدد مواعيد حوار الوطني يكون يتحدد مؤتمر الخطاب مفيش خالص كلام من ده. كاننا لم نسمع هذا الكلام، تعالوا نسمع الرئيس وهو بيدعو الى المؤتمر. انا قلت تكسيف تكليف الحكومه بتشكيل مجموعة عمل تضم كافه التخصصات اللي هو اللي انا الكلام اللي قلته في الاول ان احنا محتاجين ك... يعني بعد المؤتمر ده ومش ده بس وبقول للدكتور ضياء انتوا عملتوا الحوار وشغالين فيه وبقول لك تاني بطلب منك يعني صحيح كمل بقى هات المغزى مؤتمر للدين ونقعد برضه نتكلم كده ونتكلم بمنتهى الصراحه اللي اللي رافض واللي هيتهمنا ان احنا مش مسلمين ولا متدينين واللي يقول لا والله انتوا ناس كويسين ممكن ربنا يسامحكم هاتوا ده وهاتوا ده انا بتكلم بجد والله لازم نعمل الحوار ده يا دكتور ضياء تقول لي ما احنا بنتحاور الموضوع ده بقى محل نقاش داخل داخل القضيه كلام غايه في الاهميه والضروره والحتميه وده برضو يعني يخليني انزعج جدا من الاداء المناقض الاداء الحكومي او المؤسسي المناقض لقيم ودعوات الرئيس السيسي فيما يخص الاصلاح الديني والخطاب الديني. النهارده الشاعره المتميزه الاستاذه امين عبد الله مره اخرى امام نيابه حوادث جنوب القاهره، مره اخرى لاستكمال التحقيقات معها على خلفيه البلاغ المقدم ضدها بيتهمها بازدراء الاديان او النيابه طرحت عليها هذا الاتهام بسبب قصائد في ديوانها الشعري بنات للالم ويبدو انه اسم على مسمى يعني كان كان استبصارا شعريا من شاعرته لما سوف يحدث له افرج عنها بتعهد لكن دعنا نسال هذا السؤال الكبير كيف لدوله يدعو رئيسها لمؤتمر للاصلاح الديني وللخطاب الديني بل ويدعو ان يكون من ضمن هذه النقاشات في هذا المؤتمر عن ظاهره الالحاد وهي تتمدد بالمناسبه في مصر والعالم العربي وتنتشر بقوه وتتصاعد وانه رئيس جمهوريه بيقول انه من ان احنا نسمع حتى من ينكر وجود الله ونناقشه هو نفسه الدوله هي نفسها الدوله اللي بتحقق اولا تتهم وتحقق مع شاعره وبتلبسها الكلبشات علشان قصيده يفهم منها ما يفهم من مجال شعري من 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 وينتهي الامر ب 148 قضيه ازدراء اديان فيكي يا مصر. طيب بمناسبة الشاعرة الأستاذة أمينة عبد الله جاءنا الرد التالي من السيد المحامي إبراهيم السيد اللي هو مقدم البلاغ وبطبيعة الحال هذا حقه القانوني نقرأ رده ونعرض ما جاء فيه. الموقر المحترم إبراهيم عيسي تحية طيبة اطلعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مداخله هاتفيه للسيدة أمينة عبد الله عبر برنامج سيادتكم حديث القاهرة وحيث ورد في كلام سيادتكم وكلامها ما يخالف الحقيقة ويجانب الصواب فإننا رأينا إمداد سيادتكم بالحقائق لكم مع الإقرار لكم بحق التصرف بعد العلم وحقنا أيضا فيما نراه وكل ما في إطار القانون وكله في إطار القانون أولا ننوه اننا لا ننتمي الى اي فصيل سياسي نهائيا سواء كان سياسيا او اشتراكيا او نقط ولم ننتمي ابدا الى تيار الاسلام السياسي اننا كففنا عن اي عمل له صله بالعمل العام من عشرين اتناشر يعني واضح انه كان في عمل عام قبل 2012 ولا نشارك لا فيما يتعلق بالف الا فيما يتعلق بالفنون الالف مش موجوده الا فيما يتعلق بالفنون والاداب لا غير بقرار شخصي ولا أسباب خاصة ثانيا وبخصوص التحقيقات التي تجريها نيابة حوادث وسط القاهرة نفيدكم أننا بالفعل تقدمنا من للنيابة العامة بتاريخ 15 واحد بخصوص ما رددته سالفة الذكر في بيت الست وسيلة والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وقدمنا معه اسطوانة مدمجة تحوي على الفيديو المذكور وعليه تفضل السيد رئيس نيابة الضرب الأحمر أنذاك بالتأشير على مذكرتنا الاتخاذ اللازم وعليه توجهنا الى قسم شرطه الضرب الاحمر وحررنا المحضر المرقوم كذا اداره المحضر الاحمر وارسل المحضر للنيابه الجزئيه ضرب الاحمر وهو ما تنتهي به مسؤوليتنا عن هذا الملف وتجري التحقيقات من حينها بمعرفة النيابة ولا يبيح لنا القانون التدخل فيها إلا إذا طلبت النيابة العامة منا التدخل وهو ما حدث واستدعتني النيابة للتحقيق يوم الاثنين 19 تسعة, تسعة ثم تنامى العلمين أنه تم استدعاء السيد سماع عبد الله الأنور بعدها ثم عرفنا باستدعاء سليفة الذكر صاحبة المداخلة ثالثا رد على مجامل المداخلة قالت المتداخلة أنها ألقت ما ألقت في مرجان طنطا الدولي للشعر دورة 2020 وهو حق الا انه تم تصوير الفيديو وبثه عبر مواقع التواصل وهذا ما ينفي عن الخصوصيه وينقله الى العلنيه العموميه. أه على حد تعبيرها انه جاءت الاوامر الى الاسلام السياسي بالهجوم عليها لما لها من مواقف معروفه ونؤكد اننا لم ناتي بهذا الهجوم ولم نشارك فيه بل ولم نعلم بما حدث الا بعدها بايام ولا علاقه لنا لا بها ولا بمواقفها. ثلاثه قالت المتداخله ان احد افراد تيار الاسلام السياسي كتب قصيده جنسيه باسمها على حد تعبيرها وعلى ظني ان هذه القصيده عرضت علينا رفقه توكيل صاحبها وطلب مني الدفاع عنه وطلب مني الدفاع عنه الا انني رفضت الوكاله وهذا حق قانوني. اربعه اما عما قلت برفع دعوى ضد الاماكن الرسميه التي تستضيفها فيبدو ان الامر قد اختلط على المتداخله بنسبه الدعوه التي كنا اقمناها من مجلس الدوله وهو غير صحيح والصحيح انها كانت ضد وزير الثقافه والسيد رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب والرئيس والسيد ور... رئيس اتحاد الناشرين بوقف معرض القاهره الدولي للكتاب لعدم الالتزام بنص ماده ايه وعدم اتخاذ الاجراءات الصحيه اللازمه لانتشار فيروس كورونا انذاك وصحيح اننا تقدمنا بكتاب الى السيد رئيس اتحاد الناشرين نشكو فيه من قيام دار كلمه للطباعه والنشر وكذا مركز إنسان بطباعة كتاب المتداخلة الذي حمل ألفاظ لا تليق بالمولى عز وجل وتم الرد علينا بكتاب مرفق صورته آآ آآ كما تقدمنا بكتاب إلى السيد رئيس هيئة قصور الثقافة لتحقيق للتحقيق فيما ورد جفاء للحقيقة او جفاء للحقيقه في تحقيقات فرع اسكندريه من ان المتداخله لم تردد نفس كلامها بالندوه المقامه بقصر ثقافه الشطبي في 10 7 21 والمثبت بفيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورد في المداخله ان المدعيه مدعي فيما رددته المداخله المتداخله وصح ان أنا لست بمدعي بشيء وأن أنا وانني في بلاغي لم اتطرق من بعيد ولا من قريب أي اتهامات ونصوص قانون العقوبات أو أي قانون غيره بالتالي إذا كانت النيابة العامة قد اتخذت أي إجراء أو طلبت أي تقرير أو سمى إجراء آخر فإنها النيابة العامة هي المسؤول عما اتخذته وننوه أننا لم نشارك في الهجوم على المتداخلة بأي إجراء أو غيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان لنا أن نواجه صاحبة المداخلة أي اتهام سيكون الاتهام هو تقويض السلم الاجتماعي وصلت بالبلة واجهتش طيب وأننا نرفض أي إساءة أو خروجًا عن القانون أو تعدي على حقوقها القانونية تكون قد واجهتها المتداخلة على افتراض صحة كلامها سواء في ذلك أثناء فترة احتجازها أو قبلها أو بعدها وأننا على استعداد لانتداب أحد الزملاء المحامين وتحمل الأجر ليكون عونًا لها فيما إذا قررت مواجهة هذه الإساءات بافتراض حدوثها. وأننا نواجه ما نلقاه من إساءات المتضامنين معها والاتهامات التي تقيلها لي عبر المنصات الاخرى بابتسامه هادئه ملؤها اليقين ماشي ده الرد السيد ابراهيم السيد وقد يعني قراناه وملتزمين بحقه القانوني في الرد لكن خليني بقى انتقل من حق الرد الى حق مصر ليكن واضحا ومعلوما للكافه ان حق التعبير حريه التعبير حريه الفكر حريه الابداع حريه العقيده هي التي تصنع المجتمعات الحره والمتقدمه المجتمعات التي ترفع العلم شعارا والتي تبني الامم والتي تتقدم العالم هي المجتمعات اللي تحترم وتمارس حريه التعبير وحريه الفكر، حريه الابداع، حريه الراي. قولا واحدا المجتمعات العظيمه هي التي لا تلبس فيها الشاعرات لشعرهن كلبشات. النقطه الثانيه ان الابداع مجال نقاشه ونقده ونقده هو النقد الادبي والابحاث الادبيه والمساجلات الادبيه مهمه الرد على المبدعين للمبدعين ومهمه الرد على الشعراء والادباء هو رد النقاد والبحاثه واصحاب الراي المفكرين وليس مهمه جهات التحقيق ولا اجراءات التحري الامني الشعر يرد عليه بالشعر والروايه يرد عليها بالروايه والمقال بالمقال والقصيدة بالقصيدة والكتاب بالكتاب والرأي بالرأي أخيرا لا أحد منا على الإطلاق أظن على الإطلاق يتذكر هذا القاضي الجليل اللي قضى في حكمه بالتفرقة ما بين دكتور ناصر حامد أبو زيد وزوجته العظيمة دكتور ابتهال يونس لا أحد يتذكر اسم هذا القاضي الجليل ولكننا جميعا محبين وموالين للأفكار ومؤيدين لها أو مختلفين معها ومعارضين لها وخصوما لها نتذكر نصر حامد أبو زيد جيدا وجدا ولا زالت كتبه ودراساته وأبحاثه صاحية وضاحة منيرة مشرقة أو مؤرقة مفحمة أو متعبة لإطار الإسلام السياسي ولا يزال حتى الآن الكثير يكيل اتهامات للنصر عبد ابو زيد ويطعن في كتاباته وكانه لم يمت وهو لم يمت بالفعل. لا احد منا على الاطلاق يتذكر حتى اسم القاضي الجليل اللي حكم على سيد قطب بالإعداء لكننا جميعا نتذكر ونعرف سيد قطب سيد قطب بافكاره وكتبه وتطرفه وارهابه لم يمت فكره يعني فلنكن واضحين للغاية الفكر لا يموت والإبداع لا يموت ولا ينسى وليكن عنوانا لنا جميعا أن الكتاب والمفكرين والمبدعين والشعراء أطول عمرا وأخلد بقاء ممن حاكمهم وممن يحاسبهم وممن يحبسهم بعد الفصل نلتقي اذا عدنا حديث القاهره تشريعيا في كلام عن قانون البناء مره اخرى ومحاولات التعديل والتغيير في بنوده لكن ده يخلينا نلقي على طول بالضوء الكثيف على المشكله الكبيره المهمه لما تتعالج تشريعيا لازم تبقى اريا الواقع بدقه وهي مشكله العقارات المخالفه او مخالفات البناء في مصر عشان كده قلنا نستضيف الاستاذ الدكتور حسن محمد حسن علام استاذ المنشات الخرسانيه وترميم واصلاح المنشات ورئيس جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء السابق اهلا بيك منورنا بي. اهلا حسن. اهلا وسهلا طيب لما نرى ارقام انه عدد المباني المخالفه حاليا يتراوح ما بين 3 مليون او 2 مليون و800 الف مبنى لما اقول عدد الاضرار المخالفه 396 الف مبنى الف دور لما اتكلم عدد الوحدات المخالفه مليون وسبعة لما اتكلم عن التعدي على الأراضي الزراعية مليون وتسعة من عشرة يعني مليون وتسعمائة ألف حالة الأرقام دي تقول دي ما بقتش مخالفات دي بقت قاعدة بالظبط يعني هي المشكلة في مخالفات البناء إنها بترتبط بكذا ظاهرة في نفس الوقت الظاهرة الأولانية ويمكن دي لما أنا أنا مسكت جهاز تفتيش من 2011 واعتذرت عنه في في مارس 2014 المهندس ابراهيم محلب ساعتها كان وزير الاسكان رصدنا الظاهره دي وجمعنا كل الداتا من كل الاحياء والمحافظات والمجالس القرويه والكلام ده كله الظاهره بترتبط بعده ظواهر تانية كتير قوي مش 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 مجرد مخالفه بس اول ظاهره اللي هي ظاهره عدم وجود ظهير صحراوي لبعض المحافظات مم. ودي كانت متمثله في الغربيه والدهليه. وده يبرر الفلاح انه عايز يبني بالزبط. دور زياده طيب. عشان عياله يعيشوا. بالظبط آه. والحاجه التانية كانت اه ارتباطها بالاستثمار السريع مم. اللي هو الاستثمار في البناء المخالف ودي طبعا في عواصم المدن كانت ظاهره وخصوصا في القاهره والجيزه وكانت مستفحله في اسكندريه. ليه لان يعني حتى انا كنت بطلع في لقاءات تلفزيونيه كتير واقول يا جماعه الاستثمار في 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 البناء المخالف يعني مربح اكتر من تجاره السلاح. بس المخالف ما في المخالف هيعاقب ايه المربح اللي فيه؟ أه لا هو هو ما بيعاقبش هو, ما هو, ما هو الراجل بيعمل ده في شواهد قبور عندنا كده على طريق الدائري وشايفين عمارات هائله الحجم مخالفة مقصود نصها ويلا تشهد على انه المخالف بيعاقب بص حضرتك ما هو قصاد كده في عقارات كتير قوي اتبنت واللي بناها باع لناس تانيين حسن النيه ووقعوا في مشكله ده ماليش مكان الا المكان ده طب قول لي طبيعه المخالفه يا دكتور حسن يعني ايه المخالفه بص حضرتك يعني ابني على ارض غير مخصصه للبناء بص حضرتك آه في كل لكل منطقه في مصر في اه اه اشتراطات بناء موجوده اه طب يمكن المشكله في اشتراطات البناء نفسها يا دكتور الناس بتخالف ما لا تستطيع ان تفعله فالمفروض يبقى في فلسفه انك تدي للناس ما هو متاح وما هو ميسر ما هو ما ده هيجرنا يعني هيجرنا لازاي نعالج الظاهره دي أوه. فخلي دي في, في اخر الحلقه يبقى نتكلم ازاي توصيفها يعني بالظبط خلينا في توصيفها المباني عباره عن نوعين اتنين انت بتروح تاخد تقدم لو بتاخد طبقا للوضع الحالي يعني انت بتروح الجهه الاداريه سواء الحي او مجلس المدينه بتقدم طلب بيان صلاحيه لقطعه الارض م. اللي هي ملكك او تحت تحت يدك يعني وبناء عليها الجهه الاداريه دي بتقول لك والله المكان ده صالح لبناء خمس ادوار اربع ادوار طبقا للاشتراطات اللي عندها واللي جايه من هي التخطيط والعمراني في الدوله بناء عليه انت انت بتاخد البيان الصلاحيه ده وبعدين بتبتدي تعمل لوحات معماريه ولوحات انشائيه طبقا للكودات المعنيه وبتقدم الرخصه وبتقدم على الترخيص لو المبنى اكتر من من مبلغ معين واكتر من عدد معين من الادوار بتعمل له وثيقه تامين في المجمعه العشريه تأخذ الكلام بعد ما بيتراجع من المجمعه العشريه الانشائي مع المعماري تقدمه للجهه الاداريه المفروض في خلال فتره معينه حددها القانون بستين يوم بيترد عليك بالترخيص وبناء عليه انت المفروض بتتبع الترخيص اللي انت واخده <applause> هنا بقى بتبتدي تتفرع الثانية. أول حاجة في ناس ما بيلجأش للجهة الإدارية خالص وبيكبر دماغه وبيبني بمزاجه بدون رجوع لإشتراطات دولة أو إرتفاعات أو طيران مدني أو قيود إرتفاع ده منتشر أو في, في العواصم ولا في الريف؟ وده في, في كل حتة بس بيبقى غالبًا بيبقى في الـ في الـ في الأحياء الشعبية كتير أوي آه. آه الظاهرة دي بتبقى نادرة في التجمعات الجديدة اللي هي المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هو البناء بدون ترخيص البناء بدون ترخيص خاص تمام آه. وكان اكبر حاجه في كده كانت في الغربيه اعتقد عشان برضه مشكله الظهير الصحراوي ده ما بيجيش يرخص علشان عارف انه مش هياخد رخصه في الغالب مش عارف انه هياخد رخصه مستسهل الوضع كده مستسهل دي يعني صعبه شويه ما هو هن... والناس تبقى قلقانه وقاعد في بيوتها قلقانه انه يعني ممكن حد يجي يقول لك ده انت مبني مخالف مع السلامه اخرج مين يسمح بتبقى لنفسه ال ده بتبقى صعبه شويه لما يكون المكان ده هو السكن الوحيد للشخص الموجود اه فبقول الامر الواقع يعني اه بالظبط بيفرض سياسه الامر الواقع ده نوع، النوع اللي بعد كده ان انت بتاخد الرخصة دي كده وبالبلدي كده يعني بتبوسها وتركنها على جنب وتبني بمزاجك اللي انت عايزه بقى بالارتفاع اللي انت عايزه. بدل الثلاثة خمسة وبدل السبعة ثمانية. و... اه و... نقفلها مم. وردود نعتدي عليه وكلام من كده، فده الأولاني بيبقى اسمه بناء بدون ترخيص مم. لكن ده بيبقى اسمه بناء مخالف للترخيص. عظيم. تمام؟ ال... الكلام ده بيجرنا بقى طبعا لأهم ال... 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 حاجة. تعنينا بقى اللي هو الامان الانشائي. الرخصه لما بتكون طالعه من الحي وطالعه ومتراجعه من المجمعه العشريه او تبص عليها من مهندس دي بتبقى لو اتنفذت طبقا للوحات دي نسبه ان يحصل فيها مشكله تقريبا واحد في كل 2 مليون حاله. مم. نسبة مشكلة تصدع مشكلة شرف آه مشكلة, مشكلة وكل ده آه. بيبقى يعني بالزبط. طالما التزم بالسلامة الإنشائية طالما طالما التزمت باللوحات اللي آه. صادرة من الحي وصادرة من اسكندرية غالبا دي اسكندرية تعرفهاش الحكاية دي آه الجزء اللي بعد كده آه. ان انت بتركن الرخصة آه. وتشتغل من دماغك ده آه. بيتساوى من ناحية الامان الانشائي آه. مع اللي هو بنى بدون رخصة خالص آه. ليه لأن في النهاية عاد عندنا كيان موجود في الطبيعة غير معلوم أمانه الإنشاء. أنت ما بتعرفش هل هو ده أسكن فيه ولا لأ؟ عشان كده احنا لما كنت ماسك الجهاز عملت كتاب دوري لكل المحافظين وحتى لوزارة العدل بعدم تسجيل الشقق اللي في عقارات مبنية بدون رخصة أو مخالفة للترخيص. ليه؟ لأن دي طب هو الراجل اللي بيجي ياخد مني الشقة باجرها له او ياخدها مني تمليك هو ايه ذنبه انه هو مش عارف ان ده بدون ترخيص ولا عارف ان ده مخالف ما عشان كده نشرت نشرنا ساعتها في كل الجرايد الرسميه والخاصه والميديا كلها خطوات ازاي تشتري شقه اول حاجه بتاخد رقم الشقه وتروح تراجع الجهه الاداريه تقول لهم المبنى ده الشقه في الدور الفلاني الفلاني مترخصة ودي نقطه ولا جوهريه يا جماعه جدا تمام. عشان انقاذ انفسنا من اي عمليه نصبها نصب او مخالفه او بالزبط. يعني تدليس انك تعرف دي مرخصة ولا لا قبل ما ترمي فيها شقات بالزبط. اه فدي اول حاجه بتروح م. تشوف الاجراءات اللي تمت آه. في الجهه الاداريه حيال الشقه بتاعتي في الدور ده م. هل هو مترخص ولا لا في مشاكل ولا لا في مشاكل ابعد عنه م. لان انت هتحط فلوسك ممكن تضيع عليك في اي وقت أوه. اللي بعد كده فده هيخلي اي حد بيبني يحذر من البناء بشكل مخالف لانه مش هيسكن او مش هيملك فهيكسر فالقصه ال... الوعي يوقف ال كنا بنلعب دايما دي. على المبدا الرئيسي في الموضوع ده ان المخالفه لابد ان تكون غير مجديه للمخالف اه يعني مش هتكسبه طيب هتجيب له مشاكل ممكن تشرح لي يا باشمهندس حسن ليه اسكندريه بعظمتها بقلاعها بمبانيها الهائله بتاريخها الرائع بترابها بزعفرانها باجمل مدن مصر يعني هي بتعاني بشكل واضح في حكايه البنى بص حضرتك هي اسكندريه ليها خاصيه يعني مختلفه شويه اول حاجه التربه فيها تربه ضعيفه م. يعني في منطقه السيوف مثلا آه. حضرتك المباني هناك حتى لو هتعملها على جسات احيانا بيجيب الخازوق عشان يدقه في الارض يوقف الخازوق كده يجري منه في الارض لوحده طب ده مش عايز تحقيق للتربه وعايز لا عايز دراسه عايز دراسه آه. عايز دراسه تدرس مم. اسس على اني منسوب مم. واعمل الاساسات باني نوع عظيم يعني في يعني البدايه محتاجين دراسه لترب التربه اه بعد كده الاجواء الساحليه والاجواء الساحليه بتبقى مشكلتها ان لو الخرسانه مش 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 مظبوبه كويس مم. مش مدموكه كويس مش متعالجه كويس ده بيخلي الهيكل الانشائي يبتدي يحصل فيه صدى وتصدعات. آه 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 دي الظروف آه البيئيه والجويه هناك طبعاً. نتيجه البحر. بالاضافه طبعا للحته بتاعة الاستثمار الحرام انا بسميه استثمار آه حرام اللي هو الاستثمار في مجال البناء المخالف او آه البناء الغير مرخص لان كل واحد مننا بيحلم انه هو يبقى ليه شقه اسكندريه آه فده بيخلي ان اللي بي... اللي بيبني ده عنده زبون بسرعه آه فبيطلع ويخلص لدرجه ان مم. احد شركات الكيميكالز الكونستراكشن كيميكالز اللي هي المواد الانشائيه اللي هي زي المواد الكيماويه اللي بتستخدم في الانشاءات بيقول لي ان احنا في 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 الفتره اللي فاتت دي بعنا مواد مسرعه لشكل خرسانه قد اللي بعناه من اول ما اتعملت الشركه لحد دلوقتي. لانه هو بيعمل يعني بياخد مسرعات للخرسانه علشان يفك الشده في خلال 48 ساعه عشان يطلع الدور اللي بعده هكذا وهكذا فده ده برضه من ضمن الحاجات اللي بتخلي اسكندريه م. آآ م. آآ يعني تتعرض للظاهره دي بشكل أخطر بالاضافه طبعا ل لحاجه برضو كانت كنا ملاحظينها اللي هي البناء على ارض الدوله اراضي الدوله يعني كان في هناك كنا عملنا حصر ساعتها مش عارف مدى يعني وصل لحد فين دلوقتي في أكتر من 580 برج على اراضي الدوله. 580 برج؟ برج. امم. إيه فطبعا ده برضو مم. من ضمن الحاجات اللي لا يخليني اسال ومش اسكندريه بس بقى مصر كلها، الى اي درجه الفساد الاداري بيلعب دور في مخالفات البناء؟ لا هو بيلعب ال هو بيلعب يعني هو الجوكر. اه هو الدور الاهم. اه ليه بقى؟ لان ال 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 الراجل اللي بيخالف ده لو هو عارف ان في واحد هيبقى على دماغه مم. يتابعه ويرصد المخالفه بتاعته ويطبق عليها القانون مش هيخالف مم. من ضمن الحاجات الكويسه اللي حصلت في الفتره الاخيره ودي كنا كنت انا مفكر فيها قبلها اللي هي عمليه اللي ان يبقى فيه زي بصمه كده لكل حي بجوجل بحيث ان لما يجي تاني اسبوع تختلف البصمه دي مم. المكان اللي اختلفت بيه بان عندي خلف وما اللي اقول اللي الحي الفلاني فولة. انت آه. عندك مشكله في الحته الفلانيه مم. فين اجراءاتك آه. ودي اتعملت دلوقتي في المحافظات والاحياء اللي هي وحده التغير المكاني آه موجوده, بقى موجودة دلوقتي في دلوقتي عندنا آه آه. موجودة الاسكان ولا مجتمعات عمرانيه ولا في المحليات لا هي موجوده في المحافظه في المحافظه آه. طيب واحنا بقى قصاد تشريعات حضرتك واحنا بنتكلم عن حل المشكله ايه اكثر حاجات يمكن تشريعيا ثم ايه اكثر حاجات يعني على المستوى المجتمعي نقدر نعملها تخفف تخلي الظاهره دي اكثر انحصارا واقل تواجدا يعني انت عشان حضرتك تعالج ظاهره زي دي اه محتاج اول حاجه ان انت يعني تطور عمليه مجابهة الفساد إن إحنا مش نحارب الفساد إن آه. احنا نمنعه م. نمنعه بطرق كتير قوي من, من أول الطرق اللي هي تكوين وحدة أو هيئة قومية لمنع الفساد بيشارك فيها كل الجهات الرقابية والجهات الرقابية لابد إنها تتبادل المعلومات في المجال ده ليه لان يعني أنا ده جهاز حكومي او للدوله فضلا على الرقابه بقى الشعبيه مش يعني كل جهاز يشتغل مع الظاهره دي لوحده آه. انا لما كنت بطلع تقرير في جهاز تفتيش كنت بودي نسخه منه الرقابه الاداريه ونسخه منه مباحث الاموال العامه ونسخه منه النيابه الاداريه اه انت عايز بقى جهاز منسق ويجمع كل ده مع بعض طيب اثنين. آه تاني حاجه ان ان الدوله مساله عمليه التصالح دي أوه. تبقى آه مدروسه آه آه انا فاهم التصالح فيما لا يضر اذا مفيش تصالح فيما يضر لا هي مشكله التصالح أوه. يعني انا انا مش, مش معترض على أوه. قانون التصالح لكن انا شايف ان هو آه لابد ان هو يبقى آه مت متهندل او 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 متظبط اكتر من كده اول حاجه ليه حضرتك اول حاجه مش كل الحالات اتصالح عليها بغض النظر ومش في كل الاماكن يعني واحد في مرسى مطروح السؤال برضه يا دكتور حسن يعني الجهاز الاداري هو اللي سبب لنا المخالفات فدي نقول لا ما نتصالحش ما هو السبب الجهاز الاداري يعني حضرتك بتقول لي انه لو ما خدش الموافقات لا هو الجهاز يعني الاداري الجهاز الاداري كان مساعد على الوضع ده لكن اللي ارتكب المشكله دي هو هو واحد لما هو الارتباك المشكله هو دي لو لانه لغياب الرقابه لغياب المحاسبه لغياب التفتيش فانت كمان الدوله تتحمل مسؤوليتها في ده جهازها الاداري مش جهاز ناس غريبه يعني ما احنا عشان كده محتاجين بقى الجهاز الاداري ده يتم تطويره من ضمن الفلسفه في 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 القانون قانون المباني ان ان لابد ان يبقى فيه توازن ما بين المسؤوليات وما بين الحقوق والواجبات لا وما بين زي المسؤوليه وما بين الريسبونسيبلتي آه والاسوريتي آه والسلطات آه لابد ان يبقى في توازن ما بين الاثنين والا لو زادت المسؤوليات آه عن السلطات مم هيعمل لك بيروقراطيه والدنيا تقف صحيح لو زادت السلطات عن مم المسؤوليات يعمل لك فساد ورشوه مم. وكلام ده وده وده تقريبا يعني الحاشة. تشريح للوضع الموجود فاحنا آه انا بدعو ان احنا آه لما نيجي نبص على القانون 119 ان احنا نعيد مسؤوليه الجهات الاداريه عن الانشائي مم. مشكلتنا دايما في الرسومات الانشائيه مم. الرسومات الانشائيه احنا شلناها من الجهاز من من الجهاز الاداري للدوله واديناها للمجمعه العشريه مم. او المكاتب اللي تبعها المكاتب مش هتقدر تتابع حجم الـ 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 الكلام ده كله النقطه دي مهمه أو. اه ان احنا يبقى, يبقى زي ما هو بيراجع معماري يراجع انشاء يراجع انشاء مش مراجعة فنية، آه. مراجعة جا عندك اللوحات آه. جاهزة ومختومة من من المجمعة العشرية تابع تنفيذها على الطبيعة، آه. يعني آه. تابع العمدان في للبشر تمام. ودور البشر ودي مشكلة برضو مش سهلة مع جهاز حكومي مش سهل. اه طبعا. لكن الحل يكمن هنا. أشكرك جدا دكتور حسن محمد حسن علام أشكرك للغاية. الله. شكرا وإلى فاصل. إذا جاء وقت حوارنا مع الاقتصادي والسياسي الكبير الخبير والوزير السابق واحد من أهم السياسيين المصريين أستاذ منير فخر عبد النور أهلا بيك فندم أهلا منورنا الله يخليك وقد حضرت المؤتمر الاقتصادي بوقائعه وجلساته كلها كيف تقيم من في الإطار السياسي والاقتصادي المؤتمر ووقائعه وأعماله وفي النهاية توصياته في كلمة واحدة هقول لك مؤتمر ناجح جدا آه. خلينا نبدأ من الأول الحقيقة لما تلقى رأي العام دعوة هذا المؤتمر تلقاها بشك كبير خاصة أنه جاء بالتوازي أو قبل الحوار الوطني والمحور الاقتصادي بتاع الحوار الوطني في الواحد ما كانش فاهم ما هي العلاقة ما بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي ما اللي ممكن يخرج من هذا المؤتمر <applause> وهقول لك بمنتهى الصراحه انه من اول لحظه دخولي المؤتمر آه كان انطباعي طيب <applause> بوجود آه شخصيات آه خارج المنظومه الرسميه <applause> المحتادة آه شخصيات <applause> آه اولا آه خبراء <applause> آه محتزين بارائهم معروفين بصراحتهم الدكتور احمد جلال الدكتور زياد بهاء الدين الدكتور جود عبد الخالق رجال بنوك هشام الاستاذ هشام عز العرب الاستاذ شريف سامي يعني الحقيقه الحقيقه شخصيات مش هتطبل وبالفعل لم يكن حضورهم اضافه انما مشاركتهم كلهم اضافه قيمه جدا دكتور اشرف العربي آه المشاركه كانت قيمه آه الكلام كان صريح آه النقد كان واضح آه المقترحات آه وتقديم حلول آه كانت امينه وصادقه استقبال الحكومه ال... للنقد كان هنا زيادة. بقى آه. هنا بقى ايه المفاجاه الاكبر م. هو الحكومه موقف الحكومه <applause> أولًا الحقيقة كان كافة وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي على المستوى. <applause> أولًا الحضور الدائم لمدة ثلاثة أيام، الإنصات والاستماع باهتمام، الاستجابة المباشرة، تقبل النقد. والحقيقة الحقيقة بقى وبمنتهى الأمانة المفاجأة بالنسبة لي كان أداء الأداء المتميز آه للسيد رئيس الوزراء م. الدكتور مصطفى المدبولي آه قدم أولاً عرض متميز للتطور الاقتصادي لمصر خلال الخمسين سنه الماضيه آه بمنتهى الوضوح ومنتهى الشفافيه بأرقام سليمه بتحليل أو تحليلات سليمه ثم تواجده وحضوره كل ال الجلسات الجلسات النقاشات اه و الاستجابة المباشره لكل ما يطرح والتعليق المباشر والكلام المدروس الحقيقه الحقيقه يبدو انه مجموعه العمل اللي تشتغل معاه مجموعه متميزه سواء كانت مدير مكتبه او المستشار الاقتصاديه او بتاع الحقيقه يعني كان مفاجاه عظيمه لذلك انا بقول انه المؤتمر كان ناجح ناجح لانه كان حوار حقيقي صادق امين من الطرفين ما انه الحكومه كانت بتقدم شغلها باعتبار انه يعني كما يتصور البعض إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، احنا نحن عملنا الخطوات لا كلها المطلوبة لا لا بالعكس بالعكس عظيم لا بالعكس كان في بقول لك صدق من الطرفين مم كان في حوار حقيقي مم وده على فكرة بيشكل بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للحكومة تحدي لأنه التحدي الحقيقي إنه هذا الحوار الحقيقي الصادق يستمر اه تحدي صحيح؟ بالنسبه للحكومه مم. انها تستمر في تقبل النقد في الاستماع الى الراي الاخر في الاعتراف انها لا تحتكر الحقيقه مم. في الاعتراف انها في حاجه الى الاستماع الى اراء مختلفه وتحدي بالنسبه للمجتمع وهذا المجتمع بدل ما نتكلم في الاقتصاد وفي المشكله الاقتصاديه انه يتحلى بالموضوعيه بالجراه في توجيه النقد باسلوب موضوعي وبإعلاء المصلحه العامه قبل المصالح الخاصه لانه اغلب الحاضرين بشكل او باخر من مستثمرين الى رجال اعمال الى حتى رجال بنوك لهم مصالح خاصه فهو العام هو مجموع مصالحنا الخاصه تمام آه. اه مش كده؟ احيانا في تناقضات آه. آه يعني آه والامل أن الحوار الوطني يخرج م. بنفس المستوى على اساس ان الحوار الوطني حيكون حوار اكثر اتساعا يشمل المحور السياسي يعني يشمل المحاور الاجتماعيه المختلفه م. ارجو ان يشمل المحور الثقافي عظيم العنوان الرئيسي في المؤتمر فكرة او المهمومين بيه كان فكرة مزاحمة الدولة في المشروعات لا الاقتصاد. لا ده اه احدى الافكار. عنوان من العناوين. عنوان من نعم ال عناوين. الهدف سعر الصرف كان عنوان لا من لا العنوان, العنوان العنوان الرئيسي هو تمكين تمكين القطاع الخاص كي يلعب دوره في التنمية الاقتصادية في مصر. كويس. هذا العنوان يشمل عناوين تفصيليه عناوين تفصيليه العنوان التفصيلي الاول هو مساهمه الدوله م. العنوان التفصيلي الثاني هو مناخ الاستثمار م. العنوان التفصيلي الثالث هو حمايه المنافسه ومنع الاحتكار لا. يعني وكل هذه الموضوعات طرحت بشكل او باخر لا. وما ترتب على ذلك فاليوم الاولاني كان عرض للسياسات آه الكليه م. اللي هو الماكرو يعني أوه. سواء كان السياسه ضغطية او السياسه الماليه او آه آه الخطه آه كما عرضتها آه الدكتوره وزيره التخطيط آه آه الشغل بقى الفعلي بقى ابتدى في اليوم الثاني حيث بدا الحوار وال... الجلسه الاولى وكانت جلسه مهمه وشاركت في انا شخصيا شاركت فيها آه اللي هي حول وثيقه سياسه الدوله ملكيه آه آه سياسه ملكيه الدوله والجلسه دي تحدثت عن اولا المزاحمه وتحدثت عن مناخ الاستثمار عظيم فطبعا فتحت موضوعات مختلفه حضرتك قلت ايه في الاجتماع انا قلت ايه انا اولا تكلمت عن تخرج واسلوب تخرج الدوله من الشركات وقلت يجب احطاء الاولويه ان يتم هذا التخارج من خلال الطرح في البورصه والهدف هو ان نوسع قاعده الملكيه قدر الامكان ويستفيد من هذه هذا التخارج اكبر عدد من الوطني. اه يعني, يعني في الدوله حاجة فيما تملك من مشروعات او من مصانع شركات تطرحها للبورصه اسهم مفتوحه للجمهور فجمهور لما يشتري بجزء من الملكيه والشراكه مع الدوله الشراكه مع الوطن مم. ملكيه الوطن آه. يعني يجب انه المستفيدين يكونوا اكبر عدد ممكن أه و ايضا ياتي بعد ذلك البيع لمستثمر رئيسي او مستثمر استراتيجي يستطيع ان يضخ رؤوس الاموال ليزود الانتاج، يزود الانتاجيه، يجلب يفتح فرص عمل، يجلب تكنولوجيات جديده، يفتح اسواق تصديريه جديده. واكدت على النقطه دي عشان افرق ما بين المستثمر الاستراتيجي والمستثمر المالي. م. المستثمر المالي هو اللي بيشتري اللي بيشتري سهم وبيقعد يترقى يقبض الأرباح م. وعلى أمل إنه سعر السهم يرتفع ولما يرتفع هيبيعها ويكسب يحقق أرباح رأسمالية. وهذا النوع من الاستثمار يحمل ميزان المدفوعات أحمال أكثر من من الدين العام مم. ليه لسبب معين أنه الأرباح الموزعة في الأغلب الأعم أكبر من, الفو... من. الفو... 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 الفوائد الفوائد, الفوائد العادية وبالإضافة إلى ذلك أنه الالتزام بتحويل هذه الأرباح تستمر طول عمر الشركة أو طول ما مم. المساهم حامل هذه الأسهم بينما الالتزام بتحويل فوائد الدين محدودة ب اجال هذا القرض صحيح طبعا كان لي هدف من, آه هذا آه من هذا الطرح من هذا الطرح اللي يعني آه قلت انه الهدف لما بنشجع لما بنتكلم عن تشجيع الاستثمارات الاجنبيه بنتكلم عن استثمار يؤدي الى زياده الانتاج سواء من خلال آه ضخ رؤوس اموال في مشاريع قائمه او بإقامه مشروعات آه جديده آه من من الصفر آه. تحدثت ايضا عن ضروره اتساق السياسات المطبقه بالاهداف المعلنه م. يعني احنا من اهداف السياسه الاقتصاديه المصريه زياده الانتاج زياده الصادرات وتخفيض الوالدات واقع الامر من خلال السياسه الماليه حيث تفرض ضرائب ورسوم لا حد لها وإتوات على المنتج المنتج المصري ومن خلال السياسه النقديه حيث الجنيه المصري مقيم باكثر من قيمته بك الحقيقيه بكثير لا يمكن للمنتج انه ينافس في الاسواق العالميه من خلال عمليات التصدير بل احيانا غير قادر على منافسه الواردات في المحليه في, أصل. في, السؤال في السؤال المحلية محليه فما فيش اتساق انت بتطبق سياسات او بتنفذ سياسات نقديه وماليه تتعارض والاهداف التي تريد ان تحققها ما ينفعش م. ولعل اهم سياسه من هذه السياسات هي سياسه سعر الصرف والحقيقه طلبت ان احنا بنتفاضل مع صندوق النقد بتاعه بغض النظر عن هذه المفاوضات يجب إن السياسة النقدية المصرية بغض النظر عن أي اعتبار آخر تأخذ في الاعتبار هذا الواقع، م. وتتخذ الإجراء فوراً لكي يجد سعر صرف الجنيه المصري قيمته الحقيقية واي تاخير في اتخاذ هذا الاجراء مكلف للغايه م. مكلف للغايه لانه اللي عاوز يستثمر منتظر انه عمليه تخفيض سعر صرف الطب اللي عاوز يحول فلوسه من اخواننا العاملين في الخارج هياجل هذا التحويل م. ومش عارفين نحل الازمه اللي احنا بنواجهها النهارده بالبضائع المكدسه في الجمارك اللي مش عارفه مش عارف تخش وترتب على ذلك ان في مصانع متوقفه وفي وفعلا وفي صحيح. ازمات عن وجهه. متفاقمه <applause> اه <applause> هذه من الموضوعات اللي هل وهل نحتاج. كان في نقاش بيرد على هذه النقاط من قبل اطراف الحكومه شوف مم. الجزء مم. الاولاني الخاص أنه التخارج يتم حول من خلال مم. البورصه الحقيقه رئيس الوزراء كان حاضر في هذه الجلسه اكد على التوصيات وحطها كتوصيه <applause> بس حضرتك قلت ان الوثيقه نفسها مش كافيه او مش واضحه لا ما قلتش مال. انا قلت بالعكس مش لازم ننبهر بهذه بالعناوين قلت ان الوثيقه من الاهميه بمكان مال. بحيث انه يجب ان تدرس وندرس الاثار المترتبه على تطبيقها سواء كان الاثار السياسيه او مال. الاجتماعيه او اثارها على مال. المتغيرات او الاقتصاديه الكليه يعني الاقتصاديه الاجتماعيه بمعنى يا دكتور بمعنى بمعنى انه لما هبيع القطاع ده او لما هبيع لاكبر آه عدد من المشترين هتريح آه آه الناس المواطن هيشعر نفسه هيشعر انه مالك مالك ليه صحيح بس الجماعه العموميه هتشتغل ازاي تشتغل يعني زي اي جماعه عموميه انا في طرف انا شريك للحكومه يا فندم أنا كمواطن شريك للحكومة الحكومة هل حكومة باعت الحكومة آه. باعت لا هو في البورصة ده الحصة لنسبة على حسب يمكن بيع 100% اه وافرض حصة وافرض حصة أتكلم و... على قدرة الم... الراجل المساهم أيوة. على متابعة رأس ماله ح... ونقاش ح... قرارات شركته تمام هيحضر جمعية عمومية هيناقش القرارات المتخذه حيحل الميزانيه حي... آه. حيشارك في وانا بقول لما يبقى في استحواذ كبير من الدوله آه. وحصه المواطن في الشركه محدوده قوته في صناعه قرار آه. الشركه بس ما افتكرش ما انا شفت ده في مش مشروعات دوله كتير تمام شركات مف... طرحتها للبورصه وفي الاخر المواطن اللي عمل الاسهم فيه ما كانش صاحب قرار فيه ما افتكرش ان ده الهدف من التخارج آه. ان كان الدوله جاده بعمليه م. التخارج يا اما هتتخارج حتتخ... بنسبه 100% يا اما هتتخارج بنسبه اقل من 100% انما عمره ب... وفي جميع الاحوال على فكره الاداره هتكون للقطاع الخاص في جميع الاحوال الاداره للقطاع الخاص وعلى اسس اقتصاديه يعني, يعني الشرط هنا اداره للقطاع الخاص وعلى اسس اقتصاديه تمام يعني يعني بصرف النظر عن النسبة اللي استحوذت عليها الدولة في الشركة أو أو سبيت. آه. ده حتى في الوثيقة، وثيقة سياسة الملكية. آه الدولة بتقول إنها ستستمر في الاستثمار وفي تموين الشركات الصناعية آه ذات التكنولوجيا المتقدمة المنتمية للجيل الرابع من الثورة الصناعية. تمام؟ آه. فعلقت على النقطة دي وقلت نعم احنا بنرحب بنرحب بهذا الاستثمار من الدولة انما بشرط انه انها تكون أن القطاع الخاص يشارك في هذه الاستثمارات وان يدير هذه الاستثمارات على اسس اقتصادية. وبالمناسبة بقى وده يعني لازم نفتكر انه ما بين سنوات 53 وسنة 60 1960 كمية الشركات التي انشئت بمساهمة الدولة وطرحت في البورصة وشارك فيها القطاع الخاص كانت كبيرة جدا مم. وكانت ناجحة جدا وهذه الفترة من التاريخ قبل التأمين قبل التأمين اه ده. كمية الشركات الصناعية شا الفترة دي شهدت نهضة صناعية الحقيقة كبيرة جدا الدولة أنشأت وشاركت القطاع المو... الخاص تمام, تمام. يعني التجربة يعني محتاجة إعادة قراءة بقى لأن مسألة مهمة للغاية لا مسألة مهمة جدا جدا وإذا كانت ناجحة الدولة تراجعت عنها و طبعا تراجعت عنها آه. تراجعت عنها وع وعلى فكره آه. وع من المبررات التي سيقت لتبرير التأميمات انه ال القطاع الخاص لم يستجب ل دعوة الحكومة في والكلام ده ما كانش مظبوط ما كانش حقيقي الشركات يعني كل كل الطروحات تم تغطيتها تغطيتها أكثر من مرة يعني م. من الشركات اللي كيما آه راكتر الاوراق آه اسمه ايه ده آه القوميه للاسمنت آه كل ده قبل التامين كل ده قبل التامين وكان مم. شراكه بين الدوله والمواطن تمام. تمام. او الشعب تمام بعد الفصل نكمل مع السياسي والاقتصاد الكبير استاذ منير فخري عبد النور <applause> اذا عدنا لحوارنا مع السياسي الكبير استاذ منير فخري عبد النور بعد مشاركته في مؤتمر الاقتصادي واللي اعتبره مؤتمر ناجح وايجابي ونقلوا من مرحلة التشكك في جدوى وإمكانية المؤتمر إلى أنه الإشادة الحقيقية بالمؤتمر وتفاعل الحكومة مع الكلام اللي اتقال بما فيه من نقد قيل في مواجهة الحكومة والحكومة استوعبت هذا النقد وكمان احتويته في التوصيات المقدمة في نهاية المؤتمر لكن عايز أرجع لمشاركة حضرتك وكلامك عن الاستثمارات الخارجيه والداخليه بمعنى انه ما هو قادم من الخارج وما هو موجود حاليا وفكره استحواذ على بعض من الشركات المملوكه للدوله لازال فكره طرح البورصه والفكره الرئيسيه اللي حضرتك قلتها لكن لا. وجود وجود مستثمرين اخرين جوه المشهد كيف تراه لانه في مستثمرين عرب جوهم في مستثمرين اجانب مدعوين للمجيء الحقيقه لازم ندعوهم للمجيء انما اعتقد لازم نوجههم التوجيه السليم اللي هو اللي هو الهدف هو زياده الانتاج، زياده فرص العمل، جلب التكنولوجيات الحديثه، فتح اسواق تصديريه جديده واهم من كل حاجه فتح فرص عمل جديده ولذلك لازم ندي اولويه ل ما يسمى بالجرين فيلدز اللي هو الانتاج او الاستثمار لبناء صروح انتاجيه من الصفر آه انما مش شراء من الصفر, الصفر. طبعاً. مش وجود ملكيه موجوده بالفعل واستحواذ عليه لا نبني من الصفر طبعاً. ده المستثمر نضيف آه. آه. نضيف انتاج نضيف انتاج جديد مم. من الموضوعات اللي برضه فتحتها هو موضوع السياحه آه. لانه في الوثيقه في على استحياء م. كلام عن السياحه وهدف الذي وضعه السيد رئيس الوزراء بوصول الوصول الى استقبال 30 مليون سائح سنويا وانا اعتقد انه هذا الهدف قريب المنال انما قريب المنال بعد حل المشكلات اللي بنواجهها والمشكلات اللي بنواجهها في السياحه للاسف كبيره جدا يعني اولا قله الوعي قله وعي الشارع انا مش مجتمع سياحي لا الشعب سياحي خالص لا خالص لا شعب سلفي بس عايز ازاي تركبش مع بعض ابدا لا الماده السلفي الحقيقه يعني اسمح لي اقول لك إنه مش عائق ده يعني مانع دي النهوض بالسياحه انما ممكن نغير هذا الـ هذا الـ هذه الثقافه م. من خلال اعلام واعي من, من الناس اهميه السياحه وزي السياحه بتفتح ابواب كثيره امام فرص عمل امام دخل امام وانا اعتقد السياحه لو استقبل لو كنا استقبلنا 30 مليون سايح والدخل من هؤلاء يكون في حدود 30 مليار دولار ما كناش رحنا لصندوق النقد وما كناش اضطرينا الى تخفيض سعر الصرف صحيح ولو 30 مليون بقوا 40 وبقوا 50 يعني لما لما تفكر انه بلد زي تركيا هتقرب من 50 مليون سايح السنه دي بدخل 50 مليار دولار من السياحه هتغيظ اللي يغيظ اكتر لما دوله زي الامارات بيخش لها 22 مليون سايح سنويا واحنا يعني هو غبطة دي بقى اسماء غبطة لو تتمنى ان يكون لديك ما لديهم مش ننزع مما لديهم يعني ف الحقيقة ده يقودنا برضه لعنوان كبير يا فندم هو الدين والديون اه كيف تعامل المؤتمر وكيف يعني كانت مقاربتك لموضوع الدين فيما يخص لا الجميع مقدر انه الدين عبء ثقيل جدا طبعا في محاولة الدفاع عن الاستدانة وانه في النهاية النهارده الدين الخارجي يبلغ تقريبا 157 مليار او 156 مليار دولار وده بيمثل نسبة 82 83 84 85% من الناتج المحلي بالمقارنة إلى دول أخرى يعني مقارنات هل تعتمد مقارنات في محلها؟ لا هذه المقارنة في غير محلها. أوه. طبعاً النسبة إلى الناتج المحلي بتديلك, بتديلك تقدير لمدى لحجم هذا الدين. إنما هوش المعيار الوحيد المعو... المعيار الأهم هو قدرتك على خدمة <applause> هذا الدين. هو العلاقة ما بين الدين يعني قيمة الدين وحصولك على العملة الأجنبية من خلال عمليات التصدير م. سواء كان تصدير سلع او تصدير خدمات. وواقع الحال احنا التزاماتنا اه اه في, في اطار خدمه الدين سواء كان سداد الاصل او الفوائد خلال سنوات 2022، 2023 و2024 الحقيقه كبيره جدا م. واكبر من قدرتنا الطبيعيه على السداد. ده واقع فعلا يعني فعلا معترف يعني بيه يا فندم ولا انت بتراه كخبير؟ مش كخبير ال... هذه البيانات معلنه معلنه في البنك المركزي م. ولو مكن... لو ما كانش ده الواقع ما كناش بقينا بقين بقين بقى عندنا فجوه تمويليه وما كناش لجانا الى صندوق النقد يعني ده واقع وعلى فكره مش عيب م. مش عيب مش عيب اطلاقا بتحصل لو لو هذه الديون كانت اطول شويه بمعنى انه ما يجب سداده سنه 22 و23 و24 كان ممتد على فتره اكبر انت بتتكلم عن اصل الدين ولا نتكلم عن فوائده الاثنين الاثنين اصل الدين الواجب السداد يعني آه القسط القسط الواجب السداد الاقساط زائد الفوائد لو بس اتمدوا على عدد من السنوات الاكبر ما كانش بقى عندنا مشكله والحل الحل فيما طرح لا الحل معروف هو لم يطرح هو هدف م. في هدف بتخفيض اجمالي الدين نسبه اجمالي الدين الى الناتج ده التوصيات ممكن النهارده التوصيات نعم. نعرض للتوصيات عموما يا جماعه جرافات ورا بعض ده ده وسيله ده وسائل للوصول لهذا الهدف وسائل الوصول لهذا الهدف من خلال السياسه الماليه م. ومن خلال تحقيق فائض اولي في الموازنه العامه الفائض الاولي هو الفرق ما بين الانفاق آه وال والانفاق آه قبل فوائد الدين آه والاقساط قبل خدمه الدين بس احنا فاي فائض أولي, اولي ايوه بس لازم الفائض آه الأولي ده يزيد آه يعني يزيد آه الفائض الاولي يساعد على سداد آه 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 تخفيض الدين تخفيض الدين آه الهدف مم. هو تخفيض نسبه الدين الى الناتج المحلي عشان مم. يوصل آه الى في السبعينات 70 آه 72% في خلال السنوات القادمه. هل ده يعني التوقف عن مزيد من اجراءات القروض؟ لا ما هو على حسب بقى نمو الناتج المحلي مم. آه وقدرتك على آه الاستدانه المهم انه نعي واحنا بنستد واحنا بندين انه نوزع هذا الدين آه على اكبر فتره ممكنه بحيث انه يكون طويل الاجل مش قصير الاجل. مم. واستخدام الدين في عمليات استثمار ولا في عمليات سداد ديون اخرى؟ يعني كنا بنسمع وزير الماليه <applause> بيقول ان احنا بناخد قروض عشان نسدد بها القروض. الحقيقه من ما بتقول كده من ال ال, ال الانتقادات التي يعني سمعناها في هذا المؤتمر وهي في محلها تماما هو ضرورة احترام وحدة الموازنة آه. بحيث انه تكون بمعنى يفهم بمعنى انه يكون في خزانة واحدة الفلوس تطلع منها آه. وتخش فيها عشان نعرف نعرف ايه اللي بيتصرف لانه في صناديق خاصة وفي صناديق سيادية وفي موازنة آه. وفي موازنة الهيئات العامة وفي فالحقيقه الحقيقه وكان الاستجابه للتوصيه دي هل موجوده في التوصيه؟ لا مش موجوده انما يعني أه مفهوم انه يعني من الاهميه بمكان كان بحيث انها تؤخذ في الاعتبار. اشكرك جدا استاذ نبيل عبد النور على هذا اللقاء الممتع واللي بيبص املا ايضا يعني احنا ما نقدرش نعيش من غير هذا الامل في استنهاض هممنا وتقدمنا. لا الامل موجود ولازم نتفائل وانا الحقيقه الحقيقه انا خرجت من هذا المؤتمر متفائلا اكثر تفاؤلا عزم. مما مما كنت واعتقد انه او املي ان الحوار يكون بدا وان الحوار يستمر وإنه ما شاهدناه وما سمعناه في هذا المؤتمر الاقتصادي نسمعه ونشهده في الحوار الوطني اشكرك جدا سيدنا محمد النور اشكرك للغايه اشكركم والتقي بكم غدا باذن الله حديث القاهره